الله الله يرحم الشفت فينا كمسلة والله يسفر ملوك الظلم والعزلة الله 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 يرحم الشفت. أنا الصديق ديال عثمان. المهم حنايا نقزو هادشي كامل حيت عطا الله ما يتقال. غندوو على اليوم. حنا جينا اليوم ماشي غالبنا العاطفة، جينا حنا وعندنا كامل الثقة في القضاء. حنا بغينا الحق ديال الدراد حيت راه كيما قلتي انت في الاول، الفراغ ديالو راه ما كيتعوضش، وتا واحد ميت ما كيرجع غير هو. لا تخاد واحد القرار صائب في حق البوليسي اللي دار الجريمة، حيت هي راه ماشي حادثة تسير. باش نحطوا شوية النقاط على الحروف، ماشي حادثة تسير، هذه جريمة قتل. باش نحطوا النقاط على الحروف، الحق اللي غادي يتخاد في هذا المجرم هذا، ولا نسميه حنا رجل الامن، غادي يهون علينا واحد شويه من هذه المحنه. وهادشي اللي نقدر نقول. والوالده ديالو اختي راه محروقه على ولده، راه كبده ديالها اللي مشات، راه الله اللي عالم بها. حنا راه ما واخا نقول لك مقلقين وكنبكي وما غاديش نوصلوا للحاله ديال الام ديالو، راه الله يشوف من حاله والله يصبر، الله يصبر صحابو كامل. كلشي حيت الدري صغير، صعيب تقبل مازال واحد الانسان مريض. حنا ما كنعترضوش على قضاء الله، بغى الله رداه الله، غير هو انسان مريض كتكون داير بحساب راه السيد راه ممحن. اما فاش كتجيك دري صغير ويلا كيكون معاك، كيجي بنادم كيقول لك فلان راه فلان مات، ما كتيقاش، ما نكذبش عليك ما كتيقاش، حتى كتحط امام الامر الواقع ما كيبقى بينك وبينه الدعاء. الله يرحمه في النار. فقدنا شي حاجه زوينه بزاف في حياتنا. عثمان ما كانش شي حاجه سهله، عثمان كان خونا صاحبنا، كان شي حاجه اكثر من القياس. عثمان كان كيقول لي كل نهار كيقول لي امين الباك غناخذوه هذا العام، كل نهار يعني ما ساهلش علينا، وفي نفس الوقت ما بالنسبه لماما وبالنسبه شحال من حاجه ما ساهلش علينا. عثمان شي حاجه كانت زوينه بزاف في حياتنا والله. حتى حد ما بقاش كتجي الضحكه، حتى حد ما بقى كيضحك في قيس. ماما بنات خصنا كاملين واقفين، حتى حد ما بقى كيضحك نهائي. عثمان كانت شي حاجه زوينه، كنا غير كنكونوا واقفين كيجي كيضحك مسكين. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.